السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام الدكتور، كي داير لاباس عليك؟ يا مرحبا لالا، لاباس كداير؟ كداير الدراري؟ الله يبارك فيك. عافاك دكتور، الله يرحم ليك الوالدين. بغيت نعدل الدعاء عيانة شوية، وهاد البنية بغيت تبدا عليا معاها جوج صريح. تيتشفى والناس بزاف، الله يرحم ليك الوالدين. لا إله إلا الله، الله يرحم ليك الوالدين. وبغيت تداعي معايا، رانا عيانة شوية. الله يشافيك لنا نعيمة يا رب يا كريم. وبيتك داعي معايا، وهاد بنية هي اللي عندي. الله يرحم ليك الوالدين يا رب يا كريم. لا نعيمة يا رحمن يا رحيم، لا اله الا الله. الناس ما تيرحموش. كيفاش لا ما كيرحموش الناس؟ اش كيوقع لكم؟ لا لا، داعي معاها شي جوج صالح. الله يرحم ليك الوالدين يا رب يا كريم، يا رب يا كريم يا رحمن يا رحيم. الله يسمح لنا من الوالدين. كتكون الام كتكون بغات فقط غير الصحه، وتشوف وليداتها في وضعيه مريحه. لالا نعيمه، الشفاء قريب من الله. الشفاء ربي عز وجل كيقول لنا في كتابه العزيز: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الشفاء الروحي والشفاء النفسي وحتى الشفاء البدني. ملي كنكون مريض نحاول ما امكن اتوضأ، اصلي ركعتين، واحمل كلام الله، كتاب الله، وانظر فيه، واقرأ بصوت خاشع، و أطلب وألتمس من الله أن يشافيني ببركة القرآن. الكثير من الأحباب ديالنا اللي كيمرضوا مباشرة كيجمع ملف طبي وكيزور العيادة الطبية أو المستشفى، كيقول لك لا، قبل ما نزور الطبيب علي أن أطرق باب الخالق الصانع المبدع. نبدأ بالقرآن الكريم أولا، ثم إذا شفت الحالة صعبة عندك ساعة نزور الطبيب. لماذا؟ لأن هناك أمراض تشفى فقط بذكر الله. ربنا عز وجل يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ويقول فيه شفاء للناس، ويقول وإذا مرضت فهو يشفين، ويقول وشفاء لما في الصدور. فالإنسان حينما يقرأ كلام الله تعالى بالنية وبالصدق فإنه يتلقى نورانية من الله. هاد الهرمون، هاد الخلايا، هاد الدورة الدموية، هاد النبضات القلبية، هاد الأعصاب، هاد الجلد، هاد العظام، هاد اللحم، هاد الكتلة الجسمية، من خلقها؟ من أبدعها؟ الله جل جلاله. حينما أقرأ كتابه وألتمس منه الشفاء فإن الله تعالى لن يخذلك. فلالا نعيمة، إذا عندك القدرة على تلاوة القرآن حافظ عليه لله في الصباح والمساء. إذا كان الإنسان ما كيقراش، ربما أمي، يستعين بشريط في قرآن عظيم أو بقناة فيها القرآن الكريم يستمع إليه دوما وأبدا. لأن الهجر ديال القرآن الكريم سبب في تراكم الأمراض والأتعاب. فلالا نعيمة، نطلب الله تعالى، الله يشفيك ويعافيك ويداويك، الله يمتعك بالصحة والعافية. والدعاء اللي قاله سيدنا جبريل عليه السلام لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما مرض، قال له جبريل يرقي النبي الكريم، نقوله لك لالا نعيمة باللفظ: رب الناس أذهب الباس، رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. أسأل الله أن يشافيك ويعافيك. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.